بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، تتواصل التحديات وتتواصل المنافسات من خلال هذه الانطلاقات. الشوط الثامن والخاصة بفئة القعداء، الحقائق والمسافة هي 3 كيلومترات، هي مسافتي ورحلتي هذا الشوط. ما إلى لحظات ونتابع الخمسة الأسماء المتقدمة التي تأتي معنا على مسار وتحدي هذا الشوط. بداية مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط وشعار مبخوت بن سالم المنهالي مع المركز الأول هنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع مقدمة هذا الشوط. تيم من يأتينا مع المركز الأول، تعود ملكية تيم سيد مبخوت بن سالم بن عفش المنهالي من يتقدم مع أول المراكز وأول المنطلقين في هذا الشوط. تابع المركز الثاني والقادم مع ثاني التحديات، هنالك خوف من ينطلق مع المركز الثاني، محمد بن هلال بالطماطم الأعفاري من يأتينا مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول الأسد من يصل بهذا الشعار الكبير، شعار مبارك بن محمد بن زيتون المهيري من وصل وتقدم مع ثاني التحديات. بينما المركز الثالث هنالك مع ثالث المراكز يأتينا صوغان سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يصل مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء وصول حملول زايد بن حمد بن سيف المزروعي من يصل مع رابع المراكز، وخامس التحديات هنا من يصل مع المركز الخامس راضي للسيد سعيد بن عبد الله بن سعيد. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة والمعلنة عن هذا الانطلاق الجميل. نعود مع المركز الأول، نعود مع صدارة هذا الشوط، وتيم مع المركز الأول الباحث عن الناموس والباحث عن التوقيت الزمني مع المركز الأول مبخوت بن سالم بن عفش المنهالي. بينما المركز الثاني وصل شعار بن زيتون مع المركز الثاني، والأسد الأسد من بدأ بالانطلاق الأسد يتقدم بهذا الشعار مراكز راضي لسيد سعيد بن عبد الله بن سعيد مع المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع هذا الشعار الكبير، مع هذا الشعار الجميل من قدم لنا الأسماء المتميزة في هذا الصباح، وهنا يقدم لنا الأسد مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. لكن صوغان، الله يا صوغان، وصل صوغان وانتزع صدارة هذا الشوط. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء الرنانة في هذا الشوط، وهنا صوغان من بدأ بهذا الانطلاق الجميل. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من سار مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط 200 متر الفاصلة عن الناموس، وهنالك شاهين صوغان وشاهين، وهنا أيضا الأسد، واللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة. لكن هنا شاهين من الجانب الأيمن، شاهين غير، شاهين انتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لمالك شاهين سهيل بن محمد الحب العامري على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصل صوغان سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. بينما المركز الثالث هنالك الأسد السيد مبارك بن محمد بن زيتون المهيري من وصل مع ثالث المراكز. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام من وصل مع رابع المراكز. المركز الرابع والخامس لدى لجنة الخط والتحكيم. تهانينا تهانينا والناموس لمالك شاهين سهيل بن محمد الحب العامري. التوقيت الزمني 4:38 7 أجزاء من الثانية، توقيت شاهين لحظة وصوله إلى خط النهاية. بينما المركز الثاني صوغان التوقيت الزمني 4:39.5 من الثانية. تهانينا والناموس لسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. بينما المركز الثالث ثالث المراكز الأسد السيد مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني 4:39.36